Yeah. يسعد اوقاتكم حبايبي من وين ما كنتوا بتشوفونا، واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. طبعا في البدايه كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك، وكمان بدي اشكركم شكر كبير على الدعم بالفيديو الاخير اللي وصلنا فيه 42,000 خلال فتره قصيره جدا. مشان هيك لا تنسوا الدعم هذا الفيديو لحتى نوصله كالفيديو السابق وحتى كمان اعلى. لو اول مره بتشوفنا لا تنسى الاشتراك بالقناه وتفعل علامه الجرس وتعمل لايك للفيديو وتنشر الفيديو في كل مكان. اللي بدي احكيه يا اخوان انه هذا الفيديو عن اجواء ما قبل العيد في اسطنبول، تحديدا منطقه الفاتح. خلينا نشوف. Let's go. احكي رغم كل الظروف اللي مرت فيها اسطنبول خلال الشهرين اللي فاتوا، الا ان الناس رفضت ما تحتفل بالعيد، وزي ما انتم شايفين وبيطلع معكم بالشاشه الناس عم بتجهز للعيد وفرحه العيد واجواء العيد. كمان عجبني جدا الاجواء الموجوده بهذا المكان، تحديدا منطقه الفاتح، وهي تقريبا اكثر منطقه في اسطنبول بتحتفل بالعيد او بقدوم العيد. وكمان بدي احكي شغله بسيطه، كثير بتتشابه احتفالات الاتراك بالعيد مقارنه بالعرب، نفس الشيء تقريبا، تكبيرات العيد كمان من الاشياء المميزه عندهم جدا، واللي هي تقديم الحلوى في العيد. كثير من البيوت والاماكن الموجوده في تركيا بشكل عام بيقدموا الحلوى، كمان من الاشياء الغريبه والمميزه عند الاتراك واللي هي رش الكالونيا. الكالونيا يا اخوان معروفه طبعا، بيرشوها اول ما بتفوت لعندهم تهنئهم بالعيد. كمان من الاشياء المهمه جدا اللي بيسووها اللي هو تقبيل الصغار لايدي الكبار، يعني الصغار ببوسوا ايدين الكبار، ومن الكبار كمان للجد، كمان الاب للجد، وهيك شغلات. فهي شغلات مميزه جدا حتى موجوده عندنا احنا كمان في الدول العربيه والاسلاميه بشكل عام. كمان يا اخوان من الشغلات الحلوه جدا عند الاتراك انه الاطفال تبعينهم بيتوجهوا للجيران والاقارب حتى يخبطوا على الباب يسلموا عليهم، بياخذوا الحلوى وبياخذوا كمان الفلوس. كمان هاي العاده موجوده عندنا احنا العرب، انا شخصيا كنت اعملها وانا صغير بس هسه كبرت فعليا رائع. بكل صراحه اجواء عيد، رغم انه راح يكون في العيد في اسطنبول حظر كامل، ممنوع منعا باتا الخروج من منزل لاي ظرف كان أربع أيام متواصلة، وهذا الحظر راح يكون آخر حظر في اسطنبول، وبعد هيك نرجع لحياتنا الطبيعية اللي كنا متعودين عليها بشكل تدريجي، وإن شاء الله الأمور تكون تمام. وكل صراحة يا إخوان الأجواء رائعة في منطقة الفاتح. طبعا يا إخوان من الحلويات الموجودة في كل بيت عربي حتى يومنا هذا في عيد الفطر اللي هو الكعك والمعمول. رغم كل الظروف اللي مرينا فيها من حرب 2014 كان موجود كعك، حتى في زمن الكورونا موجود كعك، فأسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وأن يبسطنا في هذا العيد رغم كل الظروف اللي بنمر فيها. في النهاية يا اخوان حاولت قدر الامكان ان انا اغطي الاجواء والفعاليات تحضير الناس لعيد الفطر السعيد، ولكن هذا ما قدرت اوصل له بصراحة، تعبان ومريض بعد ما شفيت بشكل كامل. ولكن بدي احكيه كل عام وانتم بخير، لا تنسونا من اللايك، وكمان لو مو مشترك تشترك في القناة وتنشر هذا الفيديو بكل مكان. سلام. اول شيء للمتابعين اللي عم يشوفوا قناة عفونا صدام، ان شاء الله رمضان كريم عليكم اللي مضى، وينعاد عليكم بالصحة والسلامة، وكل عام وانتم بألف خير من اسطنبول بمناسبة العيد. وبمناسبة شغلة جديدة اللي هي انه صدام وصل للمليون مشاهدة، بنحب نقول له ان شاء الله على بال المليون مشترك. ألف مبروك إن شاء الله على المليون مشاهدة يا صديقي صدام، وعبال المليونين وثلاثة إن شاء الله، وإن شاء الله توصل 100,000 مشترك عن أقرب وقت بإذن الله تعالى. مبارك لأخوي وصديقي صدام بمناسبة المليون مشاهدة، عقبال المليون متابع، أخوك طارق المزوري من العراق.
احلى تحية من السقف للارضية من بلجيكا الحبيب لصدام الغالي بمناسبة المليون مشاهد على اليوتيوب. بحب اقول لك الف 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 مليون مبروك اخونا العزيز صدام، الف مبروك على المليون مشاهدة. اخوك محمد من لبنان، ان شاء الله عقبال المليون متابع يا رب، تستاهل.